شخصية الشيخ ماء العينين دلالات وأبعاد، محور مؤتمر دولي تحتضنه مدينة تيزنيت، والهدف دراسة تراث الشيخ ماء العينين الغني والمتنوع في أبعاده الروحية والفكرية والسياسية. في واحد العدد ديال 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 الدلالات فعلا وأبعاد، فيها جوانب اللي غتدرس حول هذه الشخصية، منها الجوانب التربوية والصوفية والجانب التجديدي والجانب السياسي والدبلوماسي، بالإضافة إلى الجانب الفكري والأدبي والتاريخي، علاوة على التحرك العمراني اللي قام به الشيخ ماء العينين. ويشارك في هذه التظاهرة وفود من عدة بلدان إفريقية وعربية، إلى جانب أكثر من 14 إطارا وباحثا من الجامعات المغربية، ينكبون جميعهم على دراسة تراث الشيخ ماء العينين من خلال 32 عرضا أكاديميا. عدد كبير من مؤلفات شيخ ماء العينين ومن الكتابات عنه ومن الوثائق الاستعمارية المرتبطة بتلك المرحلة أصبحت الآن متوفرة، وحتى الوثائق غير الاستعمارية، المراسلات المحلية إلى آخره، أصبحت متوفرة، وبالتالي أصبح الباحثون على اطلاع بها، وربما هذه فرصة لأن نراجع مستوى اطلاع هؤلاء الباحثين وإلى أي درجة تمت الاستفادة من هذه الوثائق التي أصبحت منتشرة. ويعد الشيخ ماء العينين واحدا من أعلام المغرب والعالم العربي والإسلامي، ممن جمع بين العلم والتأليف والإصلاح والتأثير.